انا كأني زدت عن وقتي قولوا نصف ساعة او ثلاثة ارباع. الموضوع في الواقع طويل ويتحمل اذا درس اصله من جهة اثبات وجوب وجود الله، اثبات وجوب وجود الله الى جانب اثبات حاجة العباد والمخلوقات الى موجب، الى جانب وحدانية الله في ربوبيته في اسمائه وصفاته في تشريعه، الى جانب امكان حاجة البشر الى الرسالة وامكان الرسالة وثبوت الوحي وثبوت الرسالة، يحتاج الى اثبات هذا كله، وهو عبارة عن مقرر توحيد توهيل يدرس في سنوات في محاضرات، محاضرات في سنوات. فأنا أتكلم في دائرة محدودة حول العنوان الذي أعلن. الجميع الذين يعترضون على الأحاديث أو على بعض الأحاديث يؤمنون بما تواتر من الأحاديث لفظا ومعنى، وهو عدد قليل من الأحاديث، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو الأحاديث المتواترة معنى كأحاديث رؤية الله تعالى وأحاديث النسخ على الخفين وأحاديث عذاب القبر ونعيم القبر، يؤمنون بمثل هذا إما لمزيده في القرآن وإما لتواتره في السنة وإما لوجوده في الاثنين جميعا، لكنهم لا يؤمنون بأحاديث الآحاد. وذلك لأنهم يرون أنها لا تفيد إلا ظن قد يكون غير غالب، قد يكون ظنا غير غالب، فيردون أمثال هذه الأحاديث ولا يحتجون بها أصلا أو يحتجون بها في الفروع دون الأصول. أما شبهتهم في رد أحاديث الآحاد فهم يقولون إن الراوي يخطئ ويصيب، وإن الراوي قد يكون عدلا فيما يظهر وهو كذاب أو منافق في باطن أمره، ويقولون إن عمر بن الخطاب رد على أبي موسى الأشعري قوله في السلام في الاستئذان، وأن الإنسان إذا استأذن ثلاثة فلم يؤذن له فلينفرد، وقد استأذن على عمر بن الخطاب وهو مشغول بشغل في بيته الله أعلم به، سلم عند الباب سلام الاستئذان فلم يسمعه عمر أو مشغول ما أجابه، ثم سلم فما أجابه أحد ولا أذن له أحد، ثم سلم فما أذن له أحد فانصرف. بعد أن انتبه عمر بن الخطاب أو خلص من شغله الذي شغل باله ولم يمكنه من الإذن أو إجابة من سلم عليه، قال كأني تلا يعني أسمع مناديا يستأذن أو مسلما يسلم، فطلبوا من سلم فإذا به أبو موسى، فقال له ما الذي منعك أن تدخل؟ ما الذي منع؟ ما الذي جعلك تنصرف؟ فذكر له الحديث إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، وهذا يؤيده القرآن في الجملة ما فيه العدد ثلاث مرات، لكن أصل الانصراف أصل الانصراف إذا استأذن فلم يؤذن له موجود في سورة النور. وربنا قال في الانصراف إنه أزكى لكم، الانصراف أزكى لكم بس لم يحدد العدد. فأبو عمر بن الخطاب قال لأبي موسى
إما أن تأتيني بشاهد يشهد معك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، وإما أن أفعل بك وأفعل، يعني هدد. أبو موسى الأشعري قال مرة أنا عبد الله المطير، أنا أبو موسى، أنا كذا، ولم يستجب له، وثقت في يدي وسائل ماذا أفعل. ذهب إلى مجلس الأنصار وأخبرهم الخبر، فصدقوا في هذا الحديث، فقال ليذهب معي أحدكم، فقال لا، فقالوا له لا يذهب معك إلا أصغرنا. فذهب أبو سعيد الخدري وكان أصغر الجالسين، وشهد معه عند عمر بن الخطاب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، فقبل منه الحديث وأعطاه مما هدده به. فيقولون إن هذا عمر بن الخطاب اتهم صحابيا روى له حديثا، فهذا مما يدل على أن في رواية الواحد دخل، وأنه مسر تهمة فلا نعمل به حتى يتأيد بغيره. هذا وأمثاله مما ورد عن علي بن أبي طالب في شهر في أعرابي مثلا يرد عليه بأمرين. الأمر الأول أن عمر بن الخطاب لم يكذب، إنما أراد أن يتثبت من جهة، وإلى جانب التثبت أمر آخر خاف أن يجترئ الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهر لهم القوة حتى يحتاطوا لأنفسهم عند البلاء، فلا يبلغ إلا وهو واثق مما تكلم به. هذا جاهد، بدليل أنه قبل خبر الواحد في مرات أخرى، قبل خبر الواحد في إملاط المرأة، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام سند خبر الواحد، فكان يرسل رسولا واحدا بكتابه، وما أدرى أولئك ما الذي يدريهم بأن هذا صادق، بأن هذا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم ما عندهم بصمة لك ولا عندهم صورة لخاتمه. ما الذي يدريهم بأن دحي الكلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لزمهم البلاغ، وكيف أصيب راعي كسرى، كيف أصيب كسرى بعذاب من عند الله حينما مزق الكتاب، كيف لزمتهم الحجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل الواحد إلا وهو يعتقد أن الحجة تقوم به، وهذا أمر معلوم بالضرورة من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم أفرادا إلى جهات لنشر الدعوة وإقامة الحجة. وقد أرسل معاذ بن جبل ليقضي ويكون أميرا في اليمن، وأرسل علي، وأرسل أبو موسى الأشعري. القصد أن إرسال الواحد من الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكرر مرات، وهو لا يرسله إلا إذا كان يعتقد أن الحجة تقوم به، وأن خبره يجب أن يصدق، والمهم فيه أن يتخيره عدلا أمينا ضابطا لما يلقنه من الخبر، وأنه يقوى على البلاغ، عنده لسان يقوى به على البلاغ. المهم أن يتخيره، وليس من المهم أن يكون عددا، بدليل أنه أرسل فردا إلى دول لا هي أفراد، في أصل الدين وهو العقيدة، ليس في الفروع فقط، إنما هو في أصل الدين. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به على قبول خبر واحد، ضد هؤلاء الذين يتهمون الراوي إذا كان واحدا عدلا ضابطا مع اتصال الإسناد، ومع عدم مخالفة من هو أوثق منه، وما عدم الوقوف على علة قادحة يرد بها الحديث.
هذا العمل من الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه. وعمر بن الخطاب نفسه كان يقبل خبر الواحد قبله مرات، فلماذا يتمسكون بهذه القصة ولا يتمسكون بغيرها وغيرها أكثر منها؟